تقريبا السوشيال ميديا اليومين دول ملهاش سيرة دلوقتي غير على ايفون 15 برو ماكس الجديد. ايه حكاية التليفون الجديد من ابل واللي عامل الضجة دي كلها في السوق، وايه حكاية الاعلان المثير للجدل اللي انتشر على مواقع السوشيال ميديا امبارح، وايه هي حكاية الايفون مع المصريين؟ ده كله هنقوله لحضراتكم في الفيديو ده. بانكير نبض البنوك. كلنا عارفين ان الموبايل اللي في ايدك ما بقاش مجرد تليفون تتكلم منه وتتصفح مواقع التواصل الاجتماعي وتسلي وقتك بلعبة او اتنين لو انت فاضي، لكن الموبايل يتحول لعالم كامل، عالم مثير قادر يسيطر عليك ال 24 ساعة في ال 24 ساعة ويخليك تستغنى عن كل اللي حواليك مع التكنولوجيا الحديثة اللي دخلت في صناعته وتطبيقات المستقبل والعالم الافتراضي والميتافيرس، وكمان بسبب الامكانيات العاليه في الهواتف الذكيه الجديده والمزوده باحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. وبسبب ده الهواتف من نوع الايفون هي احدث هواتف في العالم، وكمان ثمنها مرتفع جدا خاصه بالنسبه للمصريين بسبب الازمه الماليه. ومن كتر اهتمام وهوس الناس بالهواتف الجديدة بقوا متابعين أخبارها وموديلاتها الجديدة وكمان مواعيد إصدارها اللي تحول لاهتمام كبير، وبقت الموبايلات زي العربيات كل شوية ينزل موديل جديد يبقى حديث العالم، زي ما حصل كده في موديلات الآيفون الأمريكية الجديدة من أبل في الصين، وزي ما حصل في آيفون 15 برو ماكس في مصر، واللي الشباب والمراهقين متابعين أخباره في مصر بشغف كبير جدا، وده بسبب إمكانياته العالية. لكن سعره الغالي واللي بيوصل تقريبا ما بين 50 و 60 ألف جنيه خلاه عزيز على شباب كتير. وعشان كده في مول تجاري قدم عرض غريب جدا، هو انه قدم فرصة انه يخليك تمسك الايفون 15 الجديد وتتصور معاه لزوم الفشخرة وتحقق حلمك انك تمسك الايفون الجديد، والطريف بقى انه خلى سعر الصورة مع الايفون الجديد بخمسة جنيه، وحدد وقت واماكن الشباب اللي عاوز يتصور بالايفون الجديد في القاهرة والجيزة. طبعا الاعلان الغريب ده اثار الجدل والحسره والغضب في نفس الوقت، لانه بيلعب على الازمه الاقتصاديه في البلد وعند الشباب اللي مش قادر يشتري الايفون الجديد، وفي نفس الوقت اعتبروا كتير اهانه لازم المول اللي اعلن عن فكره التصوير يتحاسب عليها. ايا كان بقى قصد المول التجاري، فده بياخدنا لمنطقه تانيه وهي ازاي الموبايل بقى حديث العالم ورمز للقوه الامريكيه والتكنولوجيا فائقه التطور، وفي نفس الوقت كشف ان الدول بتتقدم بالصناعه التكنولوجيا والعمل الشاق، وده اللي خلى أبل النهاردة قيمتها أكتر من 3 تريليون دولار وبتتحكم في سوق الموبايلات في العالم كله. كان معاكم مصطفى إبراهيم من بنكير. بنكير نبض البنوك.